Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en flash avec ma mère. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كي درتوا مع هاد البرد؟ كل شيء مزيان. خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم واحد الغداء ديالنا البسيط. جيت نفور معكم الراس ديال الغلمي، ونبداو على بركة الله. هيا عندي واحد البصيله هنايا محكوكه للشرموله باش نشرملو ردو يفور. عندي المعدنوس، عندي التوابل، عندي شويه تحميره، عندي الملحه، خرقوم بلدي، شويه كمون، الابزار، وهنايا السودانيه. عندي الحار، هذه حاره ماشي تحميره، وشويه ملون غذائي بطبيعه الحال. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي هنايا البطاطا ديالنا، ها هي غسلناها قشرناها وغسلناها قطعناها هكا مكعبات صغار. هي البطاطا في الساعة الطيب، نخليوها حتى للتالي حتى يدخلوا الطياب الراس، ومن بعد نشرملو البطاطا بديك الشرمولة ديال الراس وردوها تفور عليه. بسم الله على بركة الله. نحطو البصيلة ديالنا هنا، ما نديرو لا زيت لا والو في الشرمولة. نديرو المليحة ديالنا والتوابل كاملة. مي باش يعطينا شوية اللويين وصافي، مكتروش. بسم الله. ما يجيناش صامت. حنا هنايا في اوروبا عندنا الريوس هكا مسلوخين، هما راهم ملحمين هكا فيهم اللحم، ولكن من ديك الجلده محيدينها لهم. هكا بحال هكا ندخلو لهم كامل باش يجي لذيذ. مريوس ديال هنايا غير صغار بزاف، غير تفوت فيهم الغليه صاي يطيبوا. هكا عفوا نجيب الكسكاس ديالي، راني دايره الماء يغلي. هادو لي غلاض شويه ديما نديروهم لتحت. خوتي خواتاتي، ها حنا درناه، ها هو رديناه يفور هكا. دابا نغطيو عليه بالقفله ديالو، كنجيو نشرملو معكم هنايا البطاطا. دونك غو تو الموند، فوالا خوتي خواتاتي، حنا رجعنا معكم. ها هي البطاطا ديالنا، دابا غادي نخويوها في الشرموله ديال الراس اللي درناها على الراس هكا. شرملوها باش ما تجيناش صامتة، تجينا حتى هي لذيذة هكا.
ونخليوها في هاد الشرموله حتى الراس يدخلوا الطياب، ونرجعوا معكم فاش نخويوها على الراس. هو كل واحد هو شنو كيبغي عليه، كاين اللي يبغي مع خيزو وبطاطا، كاين اللي يبغي مع هكا غير البطاطا بوحدها. انا الوليدات تاعي يبغيوها غير بالبطاطا هكا بوحديتها. ومن بعد نتلاقاو بكم ان شاء الله باذن الله. دونك اون سو تروف ابري. دونك رو تو لو موند فوالا. خوتي خواتاتي حنا رجعنا معكم، ها هو الراس طاب. دابا غادي نمشيو نلوحو عليه البطاطا ديالنا باش طيب معاه دروك، غير واحد 5 10 دقائق هكا تكون طايبه البطاطا لحقاش البطاطا دغيا طيب. ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم المخ. ها هو عندي هنايا المخ، عندي شويه الزيت، عندي مطيشه محكوكه، عندي شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه. غادي نشحروا مطيشه مع شويه ديال الملحه والكمون والزويته، ومن بعد نخويو عليه المخ. دابا نمشيو نخويو هاد البطاطا لهي في الكسكاس مع الراس، وتشوفوا معنا المراحل كامله ان شاء الله. دونك رو تو لو موند فوالا. خوتي خواتاتي ها هو الراس طاب، ها هو ها هو. دابا حشيت فيه المعلقه، ها هو دار طاب مزيان. ندير عليه البطاطا ديالنا اللي هي سبق لينا وشرملناها معاكم هكا. هادشي لذيذة في هاد البرد، احنا راه عندنا واحد الشتاء، ولا تانتوما عندكم الشتاء، احنا راه عندنا واحد الشتي وعطاها الله هاد الصباح مزيانة واحد الروية. نقولكم شي كيف دايرة، والحمد لله كلشي ديال الله، اللهم لك الحمد. الشتاء زوينة. دونك هو تو الموند فوالا. خوتي خواتاتي حنا درت شويه خرقوم وشويه ملحه، دابا غادي نخوي الزيت. خليوها تشحر شويه هكا، هاد الزويته وهاد الخرقوم شحر لينا فاش نبغيو نلوحو عليه المخ. نديرو الكمون باش يبقى لنا داك الكمون طري هكا. غادي نشحروها شويه ونتلاقاو بكم فاش نلوحو عليها. دونك اون سو تروف ابري. دونك رو تو موند فوالا. خوتي خواتاتي المشاهدين، ها حنا رجعنا معكم، ها هو لاصوص ديالنا طابط، ها هي تشحرات لينا. دابا نخويو عليها هاد المخ، هادي جا غسلناه هكا. هاكا دابا ندير عليه شويه د الكمون، هاكا واحد شويه د الكمون هاكا. دابا راح نشحر غير بلاصوص هكا وشويه د الكمون وطيب والملحه صافي. دوك غادي نغطي عليه ونخليه يطيب غير واحد شويه ونطفيو عليه صافي. هو راه ما يحتاجش طياب بزاف، ما يشدش الوقت هكا. فاش يطيب لينا ان شاء الله نتلاقاو بكم. دونك اون سو تروف ابري. دونك رو تو لو موند فوالا ريزولتا فينال. خوتي خواتاتي حنا رجعنا معكم، هذا هو الراس طاب والبطاطا جا على هذا الشكل. هذا رافقناه شويه بهذاك المخ اللي شركناه معكم، وهو هذا هو الشكل النهائي نتاعو. هو طايب طايب، ها هو كما حديتوه يديرها طايب على حقه. ها هو وبالصحة والراحة، ونتمنوا بالمشاهدين ديالنا يعجبهم هذا المحتوى اللي كنديرو. وما تنساوناش خوتي خواتاتي بلي لايك والبارتاج مع الحباب
والأصدقاء، وإلا فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة. Donc, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Au revoir.